معانا الأخت نيفين من سوهاج. أهلا بيكي نيفين، الو، أهلا بيكي، مساء الخير استاذ منى، مساء النور، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بعد اذنك انا بخصوص الموضوع اللي هو البلطجيه اللي هم استولوا على الارض. نيفين انتي كلمتيني بعد الحلقة اللي فاتت، و يعني احنا انا سبت الموضوع للاعداد معايا تواصل معاكي. عموما انتي حكيتي لي ان حصل اعتداء على الارض وان والدك وعمك كانوا في حالة خطرة، فمن فضلك تحكي لنا الموضوع تاني اعزائي المشاهدين. استغاثة من نيفين من سوهاج لبلطجة ايضا من اذا كانوا مدعومين ايضا من قبل الاخوان او الى غير ذلك، المهم بلطجة واعتداء على ارض ومحاولة تعتبر محاولة يعني ضرب شديدة أو يعني محاولة صعبة جدا. والد نيفين وعمها كانوا على إثر الضرب بالحديد، راحوا المستشفى في حالة خطرة. طمنينا الأول عليهم واحكي لنا الموضوع يا نيفين، بس بسرعة أرجوكي. هم حاليا في حالة حرجة لأن بابايا فيه كسر في الجمجمة خالص، وعمي فيه نزيف داخلي، بس نوعا العناية الإلهية برضو اتدخلت وقف النزيف شوية، وبابايا عنده عملية في عينه لأن الضرب كان بالمواسير الحديدية. طيب لأن الأرض هما دي راحوا إمتى تم الاعتداء عليها؟ من قبل 14 أغسطس ولا من إمتى بالظبط وهم بيحاولوا إن هم يغتصبوا أرض بابا والدك وعمك؟ هما من شهر واحد راحوا الأرض، من شهر طيب واحد الأرض ٢٠١٣ قرية إنتي قلتي لي حاجة، النجار قرية سوهاج. هما اعتدوا على الأرض دي، كان عمي وبابايا في الأرض، وفجأة هم جوب الأسلحة والأسلحة النارية، مالكمش أرض هنا ولا الأرض دي بتاعتنا إحنا، يعني وفجأة الكلام ده اكتشفوا إن كان ليكم من حق. شهر يناير يعني فين؟ أيوه طيب بس. وجه الأسبوع ده لما لقيوا إن عمي اشتكى هو وبابايا، وكان في بينا طبعا محاكم، لما لقيوا إن هما الموضوع فعلا إن الأرض تبعنا إحنا وده حقنا إحنا ومش هنسيبه ومش هنسكت، راحوا فعلا ضربوهم بالمواسير الحديدية. فجأة طلع عليهم بعض أشخاص من البلطجية، يعني هم علي حجازي أحمد، علي أحمد حجازي وشهرته علي الديك، وأولاده محمود ومحمد علي حجازي وحمدي محمد أحمد حجازي، ومجموعة أكتر من كده بكتير، بالأسلحة وضرب النار، وضربوا النار على عمي وضربوا بابايا بمواسير حديدية لغاية ما أغمى عليهم ونام من المستشفى. الكلام ده كان أول أمس، يعني الكلام ده كان يوم الاثنين الماضي 16 سبتمبر. يوم 2 الصبح الساعة 11 طلعت النجدة ومحدش سمع، محدش سمع خالص، ولا شرطة سمع ولا مفيش حد خالص، بنستغيث بالجيش قولي القوات القرية تاني المسلحة. معلش يا نيفين، كان الخط بقى بيقطع وانتي بتقولي القرية، قرية ايه؟ نجع النجار بسوهاج، حاجة قرية نجع النجار نجع النجار بسوهاج. اوكي بسوهاج. نعم بس حضرتك هم حاليا محاصرين الأرض ومحاصرين البيوت، وفي ضرب نار، وفي ثانية واحدة، احنا مطاردين. الأمن ولا البلطجية هم اللي محاصرين الأرض لا والبيوت؟ أمن، ما فيش أمن، ما فيش خالص، ما فيش نهائي. يعني انتوا قدمتوا دعوة وما فيش أمن اتحرك وجيه للأرض، والأرض دلوقتي تحت سيطرة البلطجية اللي هم من عيلة شقية استجابة. يعني اللي انتي بتقولي عليهم ان هم دلوقتي معتدين على الأرض، عيلة حجازي أحمد حجازي. هم حاليا اللي محاصرين الأرض، طيب هم حاليا اللي محاصرين الأرض، مش الجيش ولا شرطة ولا ال فأنتي دلوقتي لا ان ده نداء واستغاثة للداخلية بانه من فضلكم في بلاغ تم من يوم الاثنين الساعة 11 الصبح ان في اعتداء واستيلاء على اراضي واعتداء على الاب اسمه ايه معلش يا نيفين، والدك رسمي جوهر وعمك جبل الله، ظريف جوهر جبل الله، ظريف جوهر رسمي جبل الله، رسمي وظريف، رسمي جوهر جبل الله، رسمي جوهر جاب الله وظريف جوهر جاب الله، تم الاعتداء عليهم وهم الاعتداء. حاليا في مستشفى الأسيوط. ايوه هم ليه محجوزين في اسيوط، نظرا لاني زي ما قلت لحضرتك ان عمي عنده كان نزيف وهو عنده عمليه، ولسه التقرير الطبي شغال ولسه الكشف عليهم شغال. طيب احنا بنناشد كمان لو اي محامي من المحامين الاقباط برضو يقدر ان هو يتواصل او علشان خاطر يقف مع نيفين في هذه المحنة، واستغاثة ونداء للداخلية بانه في ارض تم الاعتداء عليها وهي تحت سيطرة هؤلاء الناس اللي تم الاعتداء بالضرب على رسمي جوهر وظريف جوهر في قرية نجع النجار التابعة لمحافظة سوهاج، ولا حياة ولا اي استجابة من الامن الى الان للاسف الشديد. نيفين ربنا يكون حضرتك معاكو، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، احنا طب الارض حاليا محاصرينها وبيطردونا ان احنا يعني ايه عايزين يطردونا من البيوت. نعم بيهددونا بالطرد من البيوت، لاما مليون ونص طالبين في الارض مليون ونص، والشرطه لا مش فاهمه يعني ايه ارضكم هم عايزين يسيبوها لكم مليون ونص؟ عايزين طالبين طيب مليون ونص. طب احنا نيفين احنا كده امكانياتنا فين؟ عرضنا المشكله وهنتابع معاكي ان شاء الله، وزمايلنا في الاعداد هيتابعوا معاكي، ولو برضو جالنا اي حد عايز يكون معاكي كمان محامين هنوصله بيكي. ونداء للداخليه اتمنى برضو اي حد سمعنا يقدر يتواصل، او ليه معارف في الداخليه هناك في او في قسم الشرطه في سوهاج، من فضلكم انه يتم النظر لهذه الاستغاثه. بشكرك يا نيفين، معانا